واحد المشكل كيديوه بزاف الخدامه، كديما كنوصيهم ونعاود نوصيهم عليه وكيعاودوا كيديوه، فانتوما تستافدوا من الخدامه انا تسويعه المكانه باش نوريكم المشكل اللي كيوقع بزاف، وديما كنتشكى منه ما هذا لا ديما كنقول لهم ما كيبغيوش يتبعوه. انا نوريكم دابا، شوفوا بعينكم مباشره، شوفوا الخيط كيبان لكم، الخيط باقي خارج، او باقي خارج وكيما ما كيخرج مزيغ. الا جينا حيدنا البواطه، حيدنا الكانيت من البواطه، ها غيتحيدها بزز بعدا مالو. ها انتو كانيت ديجا فيه الخيط ومعمر عليه، في التعميره ملي كتكون خيط فوق خيط بحال كيتحزم، كيتحزم على الاولاني كيتحزم، هذا ما كيبقاش يخرج، كيخرج غير بزز من البواطه. ها انتوما الى غديتو البال كان محزوم مبقاش بغا يخرج، هو عاد كمل دابا كيبقى بحال محزوم هنا، ملي كيتحزم في عوض ما يسالي كيبقى شاد، كيبقى شاد مع مع البياسه، والخيط من الفوق كيبدا يهبط بحال كيطز، ما كيتديكلاراش بانه بان الماكينه سال لها الكانيل، كيبقى كتبقى خدامه ما كتوقفش. دابا انا جاب الله شتها بعيني ما كتوقفش، دابا عاد حيدتو. ها انتم نشوفوا شحال طازت، هاهي شحال طازت خاوية شتيها. ها انتم هادي فين واصلة، هادي هاي داز خاوي، هادشي كل داز خاوي، هاي بحال هاكا طاز حوش هاد الخيط، هاو شوف بحال هي كطاز هي مكطازش شي هاد. ها انتم غنجيو نمشيو للكوانط، كنلقاوهم كيبقى فيهم مثلا شويه بحال هكدا، هادو فيهم الصوصيله محيدينهم، بحال هادا كيخليو بحال هكدا وكيعمرو عليه. الكوانط القدام لا رديتو البال، كانوا الناس اللي مازال تشوفوهم ما تلقاوهم، كتلقاو كانيت فيه واحد التقيبات هنا وتقيبه هنا من جوج جهات، كيكون واحد التقيبه كتبان، كتبين الضوء، هذيك علاش كانت كتصلح؟ ما حتى واحد ما كانش كيعرفوا علاش كتصلح، قليل الناس الاولين كيعرفوها. هذيك قبل ما نكبر الخيط في بدا نعمروه، كنخشيو الخيط من هنا كنخرجوه من هنا وكنركبوه، كنبقاو شادينو من هنا باش ملي يخدم يدور دي اكس، حيت هنا شادينو بحال محزوم، يعني اوتوماتيكمون الخيط كيبقى مخوف هنا في هذه الجهه، كنساليو كنقطعو هذا عاد كنركبوه. ملي كيتسالي الخيط ديال الخيط ديال الكانيت من الماكينه اوتوماتيكمون كيسالي كله كيخرج، كتوقف في الماكينه في البلاصه. ملي ما كاينش هذا دابا هاد الكونت جداد نقصوا عليهم الخدمه ومحنونا حنايا، ما بقاوش فيهم هذا، وحتى حنا ما كنديوهاش فيها، كناخذوها هادو اليوم اللي كاينين في السوق دابا، ما بقاش يبان داك الكانيت اللي قلت لكم. كتبني تبغى تركب الكانيت في العمار باش تعمرو، خاصك تدور بزاف هنا عاد تلقاو يعمر، يعني اوتوماتيكمون كيزيد يحزم، وبالاخص اذا كان داك الخيط باقي شويه تما وكدي عليه هكذا كيزيد يحزم مزيان، هذا هو المشكل. نركبو كانيت جديد ونديماري ونكملو. تركيبة الكانيت كتكون بحال هكذا، كنشدو البواطة باليسر وهذا في اليمين وكنحطوه بحال هكذا، والخيط هاهو شوف من الفوق كنحطوه بحال هكذا، كيكون الخيط من الفوق باش يدور عكس الكروشي، مخصوش يدور مع الكروشي، حيت إلا كيدور مع الكروشي ملي لاماشين كتوقف مكيفرانيش هو، كيبقى يزيد معزل دورات خويا، أما ملي كيدور عكس الكروشي كيوقف في دقة واحدة بجوج.
هذاك الراس الثاني ديجا فيه مشكل. ملي كان رجع مع الشريار، رجعت مع الشريار، تقطع عليه الكارنيت ما ديكلاراش، بقى كيف قلت لكم هذاك عندي ديجا فيه مشكل، عندي الكارة ديال الديكلاراسيون ناقصة فيه، ما كديكلاريش مزيان، داك الشيء علاش خاوي بعد بان لي حتى كنبقى نعمر الكارنيت عاد رجع على الشتو. جملات تقطع دغيا وديك لاغاز ما كون تا هو غيمشي تبقى بحالك. سالا باس هكذا كتكون الخدمة في الماشين اللي يخدم في ماكينة نوصي ولا نوصي الماشين كنبقى ديما نمشي نجي لها نحذيها، إلا ما حذيتيش ماكينة راه بزاف الحوايج غيدوز عليك ما تشوفهمش ما غاديش ليهم البال وصاغوك ديما كترجع بالوقت ديما بالوغ ديما رجع مع شاي رجع مع شاي وتضيع الوقت. الماشين كنبغيو ديما نحذيوها أكثرية نحضيوها ما كان حتى شي حاجة، هز كتاب قراه دوز مرة شوف شوف طلع ما يدير، المهم راه ماشي كنمشي ديما يوم بقا جالس، ملي كتجلس كيدوزو عليك بزاف الحوايج، راه كيشتو كنمشي ونجيبها ليا دي فوق قبل رجعت ليه شديتو باقي شوية باقي ما بعدش بزاف، فلا بعد بزاف بدو دابا واحد قسمين مثلا ولا 5 دقايق راه بزاف، راه ترجع عاوتاني تعاود كل هاديك 5 دقايق ولا كتخدم ولا 10 دقايق. ديال الخدمة اللي دازت وحسبها شحال مرة وقعت لك، إلا داتك 5 مرات ولا ساعة ديال الخدمة مشات لك في النهار. المهم هذا درتو فيديو إكسبري باش نشوفو الخدمة كي كتكون في الماكينة، باش اللي كيخدم في الماكينة يعرف بأن الماكينة خاصها تحضى، مخصهاش تبقى غير جالس وخليها مديما غير قرا مديما غير راسها. راه ديما هي راسها وتقدر دير حوايج قوي ما نشوفهمش، اللهم نعتقهم ما حد باقي الحال. شكرا على المتابعة، والى فيديو لاحق ان شاء الله.